السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. وحلقة جديدة من البرنامج أو أولى حلقات برنامج سنريهم، ويسعدنا أن احنا نطوف في هذه الحلقات في كل حلقة مع أحد علماء مصر في مجاله، علمائنا اللي بنحترمهم ونقدر لهم كل التقدير. إن شاء الله يكون النهاردة بنتصدى لموضوع من المواضيع المهمة والخطيرة، هو موضوع العلاج بالقرآن أو الرقية الشرعية، بما فيه من حقيقة هم كبير في مصر وفي الوطن العربي. يسعدنا ويشرفنا أنه يطوف معنا في هذا الملف الخطير عشان نتعرف على ملابسات كبيرة حول هذا الموضوع العالم الجليل دكتور ياسر نصيف، عضو هيئة علماء المسلمين، يكلمنا النهاردة عن الرقية الشرعية، الراقي، فن العلاج أو كيفية العلاج بهذا الموضوع، متى ألجأ إلى الراقي بالرقية الشرعية، متى يعني يكون عندي هذا السؤال المهم أروح لمين. خلينا نرحب بالسادة الضيوف، وكمان احنا في مفاجأة جميلة النهاردة، معانا القارئ الصغير عبد الباسط عبد الصمد الجديد، الطالب الرائع عمار ياسر، الطالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري الإعدادي الأزهري، اللي هيبدأ معانا الحلقة النهاردة. أهلا وسهلا بك يا عمار. معالي الدكتور، أسعد الله صباحك، أسعد الله صباحك، وبنشكر ليك يعني تفريغك لهذا الوقت ووقتك ثمين وجودك معانا النهاردة. تحياتي لحضرتك ولقناة الصحة والجمال وكل مشاهدينا في العالم كله. ربنا يحفظك. موضوع الرقية والعلاج بالقرآن موضوع الحقيقة احنا بنتمنى انه ياخد وقته او ياخد مجاله الصحيح. ان شاء الله نتمنى ان احنا نفيد السادة المشاهدين ان شاء الله بمعلومة جيدة تنفعهم وتصحح لهم العقيدة وتصحح لهم الأفكار التي سادت يعني في مجتمعاتنا بإذن الله تعالى. ربنا يحفظك. اسمح لي نبدأ اللقاء آيات القرآن الكريم، خير ما نبدأ به. تقرأ لنا كده بعض الآيات الجميلة بصوتك الطيب يا عمار، واحنا بنقول انه عبد الباسط عبد الصمد الجديد. اتفضل، حط الميكروفون. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
احسنت ما شاء الله عليك، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك ويجزيك خير على الصوت الطيب. قول لي يا عم، امسك الميكروفون يا عمار، قربه منك كده. مين اللي بيشجعك على القراءه الطيبه دي؟ ابي وشيخ، كان في كتاب كده كنت اروح فيه، وابي هو اللي علمني يعني. ليه الفضل يعني. طيب الاول بقى كده عايزك توجه رساله شكر لشيخك اللي يعني خلاك توصل للدرجه الجميله دي، ورساله شكر لاسرتك الكريمه اللي ساعدتك في انك تبقى بهذا الاداء الطيب. يعني تقول لشيخك ايه؟ الشيخ طبعا الاستاذ زكريا، هو طبعا ليه الفضل عليا ان هو خلاني كده، وهو اللي علمني، وهو اللي اصر ان انا اتعلم. وطبعا ابي يعني انا اشكره جدا جدا ان هو خلاني كده، ولولا ربنا سبحانه وتعالى اولا وابي يعني ما كنت كده يعني. الحمد لله. الحمد لله حبيبي، كتر خيرك، جزاك الله خير. جزاكم الله خير يا عم. دكتور ياسر، يعني علماء الازهر الصغار يعني بنقول ما زال الازهر يعني يمدنا بال نعم، هي رساله من عمار يعني. رساله مطمئنه لكل شبابنا في الازهر، وخاصه في الفتره الاخيره ان بعض الناس ابتدوا يعرضوا عن تقديم اولادهم في المعاهد الازهريه، يقول لك المستوى مش المستوى، مهما يصل المستوى لابد للازهر ان هو يعني يحافظ على رسالته، وسيظل الازهر الشريف رفيع رايه الاسلام ورايه الوسطيه والمعتدل، الاسلام المعتدل ورايه الحق والعقيده وتصحيح العقيده، مهما ينتاب يعني الازهر فترات من ضعف او غيره، لكن سيظل الازهر الشريف هو مناره السنه في العالم اجمع ان شاء الله. دكتور ياسر، واحنا بنتكلم النهارده على العلاج بالقران والرقيه الشرعيه، والحقيقه انه يعني في هم كبير، يعني لا يعني مش عايز اقول انه اصبح ظاهره، انه كثرت الشكوى من هذا الابتلاء، وانه ناس كثيره جدا بتشتكي من المس والسحر والحسد، وانه الاعمال وبناء عليه ابتدت تخرج لنا مجموعه كبيره جدا من المدعين واللي بيتكسبوا ويتربحوا من هذا الموضوع، ونشوف برامج ابتدت تنتج عن هذا الموضوع في التلفزيون والميديا، وجلب الحبيب يعني يعدل الرزق وحاجات من الحاجات المخالفه للشريعه والعقيده. العلاج بالقران بين الواقع والمامول، وحضرتك عضو هيئه علماء المسلمين، ومن يعني بيتصدوا لهذا الموضوع في بتصحيحه يعني. جزاكم الله خير. طبعا بدايه يعني ادعو الله تبارك وتعالى ان يكفينا ويكفيك ويكفي اهلك وزوجك وجميع المشاهدين في كل مكان في العالم السوء بما شاء سبحانه وتعالى وكيف شاء، انه على ما يشاء قدير. نعم. ما في شك ان الحفاظ على الصحه هو مقصد من مقاصد الشريعه الاسلاميه، ولعل الجميع يعلمون ان مقاصد الشريعه الخمسه او الكليات الخمسه في هذا الدين من ضمنها الحفاظ على النفس البشريه. وتلاقي يعني في اذكار الصباح والمساء تلاقي دعيه النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سامع، اللهم عافيني في بصري. يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه دائما، وكان من جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يسال الله تبارك وتعالى العافيه. فإذا الاهتمام بهذا الأمر يعني مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وحفاظ على كلية من كليات هذا الدين يعني ليس أمرا ثانويا، إنما هو أمر يعني جوهري، أمر مهم. لذلك ينبغي على المسلم أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر. أولا يحتاط لنفسه يعني ألا يقع في هذه الأمراض وغيرها، من الحفاظ على عقيدته الصحيحة وتصحيح هذه العقيدة وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن يكون له ورد من القرآن الكريم، ويكون أذكار الصباح والمساء. وفي الحديث القدسي، عبدي اذكرني قبل غروب الشمس، قبل شروق الشمس ساعة، وقبل غروبها ساعة، كفيك ما بينهما. فبالأذكار دي الواحد يكفي نفسه هذه الأمور. الأمر الثاني أن يكون المسلم كيس فطن، يعني يفطن ويعني يدرك ما يحدث حوله وما يعني يحال عليه، فبذكائه وبفطرته السليمة وبتوكله على الله تبارك وتعالى واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع أيضا أن يقي نفسه من هذه الشرذمة التي يعني ظهرت في هذه الأونة، بل أصبحت مجالا للتشكيك في العقيدة. طيب اسمح لي دكتور، هنخرج فاصل
لمدة دقيقة؟ لا بس إن شاء الله. ونرجع لحضرتك تاني نشوف فضل. التنبيهات النبوية في هذا الموضوع. نعم. الخاص بالرقى الشرعية بشكل عام، ثم نتحدث عن مفاصل ثلاثة للمبتدعة اللي بيروح يلجأ للمشعوذ. نعم. المشعوذ واللي بيقع عليه البلاء، الثلاث محاور يعني نتداولهم. اسمح لي. نعم فاصل إن شاء الله. تفضل. وارجع لحضرتك. تفضل تحت أمرك. تفضل. تفضل. رجعنا لكم وبرنامج سنريهم، وحلقة بعنوان الوقاية والعلاج بالرقية الشرعية، وضيفنا الغالي العالم الجليل دكتور ياسر نصيف، عضو هيئة علماء الأزهر الشريف. دكتور ياسر، كنا بنتكلم على الرقية الشرعية والتنبيهات النبوية على أهمية الرقية الشرعية قبل ما نروح لأنواع العلاج بالرقية الشرعية، ومنها علاج البث والسحر والحسد. يعني لعل المسلمين يعني عندهم ما عندهم من ذخائر نبوية وأذكار وحديث عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقول عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا ما الإنسان آوى إلى فراشه وقرأ سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هذه رقية الإنسان يعني يستطيع أن يفعلها في أقل من دقيقة. ثم في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن من قرأ نهاية سورة البقرة، خواتيم البقرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ في نص الحديث يقول: فلا يزال عليه من الله حافظ. حافظ أي ملك من الله تبارك وتعالى موكل بحفظه. فالإنسان يستطيع أن يفرض لنفسه حرسا من الملائكة طوال فترة نومه بذكر بسيط خالص بثلاث آيات من سورة البقرة، نهاية البقرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بشفائي فاتحة الكتاب والعسل. نعم نعم. فاتحة الكتاب سمى يعني الإمام السيوطي أورد لسورة الفاتحة 28 اسم، فمن ضمن أسماء سورة الفاتحة طبعا الفاتحة، لأن الله افتتح بها القرآن. نعم. الكريم، وترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي يعني من الله تبارك وتعالى وحيا عن طريق جبريل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسميت بالكافية وسميت بالشافية، فسورة الفاتحة تسمى الشافية. وكان الصحابة الكرام يرقون بالفاتحة، وكان سيدنا عمر يرقي حتى الأمراض العضوية يرقيها بالفاتحة، مش الأمراض النفسية، كان يرقي حتى المرض العضوي، يضع يده سيدنا عمر فيقرأ الفاتحة. بس ولكن كيف كان يقرأ عمر حتى ان بعد وفاة سيدنا عمر؟ نرجع لبعد وفاة سيدنا عمر، بس ناخد الدكتور مجدي الشريف معانا على طيب التليفون. اهلا بيه وسهلا. دكتور مجدي الشريف، رئيس لجنة الاعجاز العلمي القرآن والسنة بمكة المكرمة، اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا السلام. اهلا بالعالم الجليل دكتور مجدي. وعليكم السلام ورحمة الله. زادكم الله خيرا وبركة. ده شرف لينا ان وجود حضرتك معانا على التليفون تشاركنا في حلقة من حلقات سنريهم. دكتور ياسر النار، دكتور طارق حفظكم الله. الوقاية والعلاج يا دكتور مجدي، وحضرتك في لجنة الإعجاز العلمي كان عندكم الكثير يقال عن الوقاية والعلاج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله كل هذا نرى به معجزات عجيبة، منها زي ما تفضلت مشكور قراءة سورة الفاتحة. قراءة سورة الفاتحة 7 مرات عجيبة عجيبة، سبحان الله، في الشفاء. وكذلك في حبة البركة، عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء. وأنا بعتقد أستأذنكم إن كل ما خلقه الله لنا من خير وشر فقط لشيء واحد، فقط أن نتوجه إلى الله. حتى نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى،
يعني كل ما خلقه الله لنا ليساعدنا سبحانه وتعالى أن نتوجه إليه. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني كل ما أعطانا الله من صحة وكل ما جاء من عطب أو مرض أو ما إلى ذلك أو جميع هذه الأشياء من سحر أو عمل أو كل هذه الأشياء فقط ليتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا توجه العبد إلى الله حقق المقصود من خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دكتور مجدي، لو نستفيد بوجود حضرتك معنا ونوجه رسالة لفئة من الناس بتعتمد على إيذاء الآخرين واللجوء لمثل هذه الأمور السوداء، يعني والله يعني هذا هؤلاء الذين يتوجهون بالإيذاء للآخرين 100% يعني قد غفلوا عن ربهم سبحانه وتعالى وغفلوا عن مصالح أنفسهم. فهؤلاء يعني خير لهم أن يتوجهوا إلى الله، ونحن ندعو الله لهم أيضا، ندعو الله لهم أن بالهداية وندعو الله لهم أن يتوجهوا، لأن لا يمكن أن يتوجه عبد إلى الله سبحانه وتعالى إلا ويتوجه للآخرين بالخير. لا يمكن أن يتوجه عبد بالشر للآخرين ويكون مع الله أبدا، لابد أن يكون في غفلة عن الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك نحن ندعو الله لهم، هذه من ناحية. من ناحية أخرى يعني قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، خير لهم أن يتوجهوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وأن يفعلوا الخير. نعم. إن لم يتوبوا يا دكتور، إن لم يتوبوا نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ورسالة أخيرة إلى يعني الذين يتوجهون إليهم أو يتوجهون إلى المشعوذين لطلب العلاج، حضرتك تقول لهم إيه؟ مهم جدا، أمر مهم جدا، إن رحمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، إن الله تبارك وتعالى قال لن يضروكم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لن يضروكم إلا أذى. لا يمكن أبدا لهذه الأمة أن تصاب بأي ضرر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا فاتحة الكتاب، أنزل إلينا قل هو الله والمعوذتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تسترقي بفاتحة الكتاب والمعوذات. فبإذن الله تبارك وتعالى لن يصيب هذه الأمة أي ضرر بإذن الله، لن يضركم إلا أذى. ولكن ننصح الآخرين أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ونتحسن بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه التحسينات رحمة منه سبحانه وتعالى حتى نعلن احتياجنا لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الدكتور مجدي الشريف رئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، بشكر لحضرتك المداخلة الجميلة الطيبة اللي أثرت اللقاء والحوار، ووعد إن شاء الله أن حضرتك تكون معنا الأربعاء القادم بإذن الله نتحاور ونتناقش في قضية جديدة من برنامج سنريهم. بشكر لحضرتك وجودك معنا دكتور مجدي الشريف. دكتور ياسر، وإحنا بنتكلم على التنبيهات النبوية في هذا الموضوع وحضرتك أفضت، وكنا نحتاج أن احنا نتعرض لأسباب الوقوع في هذه الأمور. تمام. بداية لابد أن نرسخ شيء مهم جدا في أذهاننا وأذهان السادة المشاهدين، أنه النافع، أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم. والمعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى. فدي عقيدة لابد أن تكون راسخة عند جميع المسلمين. والله تبارك وتعالى يطمئن، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني قبل خلق الخلائق ب5000 سنة خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب مقادير العباد الى يوم القيامه. فكل شيء يحدث للانسان حتى النفس يتنفسه او شربة الماء يشربها، هذه من مقادير الله تبارك وتعالى. لكن لابد للانسان ان يحتاط لنفسه بالحفاظ على اذكار الصباح والمساء، بالحفاظ على الصلوات في جماعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. لا. فما دام في ذمه الله لا يستطيع احد أن يدركه وهو في ذمة الله. دعاء بسيط جدا، دعاء الخروج من المنزل، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فينادي أن قد وقيت وكفيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. الله أكبر. ويجي في خلال اليوم الشياطين يجروا حوارا بينهم وبين بعض، فيقول فلان نفعل مع فلان نفعل كذا كذا، يقول ما بالك بمرئ قد وقي وهدي وكفئ. فلا يستطيع، ليس لهم عليه سبيل. نعم نعم. وفي الحديث سيدنا أبو ذر الغفاري لما
الشيطان تمثل في صورة إنسان وكان يسرق من بلح الصدقة، وأمسك به سيدنا أبو هريرة فأطلقه في اليوم الأول وفي الثاني وفي الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذبك وسيعود، وفي اليوم الثالث قال صدقك وهو كذوب. فالصدق في أي شيء؟ إن هو قال له أنا هعلمك آية في القرآن الكريم لو أنت قريتها لا يستطيع لا الإنس لا أستطيع أنا ولا ذريتي ولا أي شيطان أنه يمسك بسوء. قال له إيه هي؟ قال له آية الكرسي. نعم. آية الكرسي اللي بنختم بها الصلاة دي وبنقول بها أذكار الصلاة كل المسلمين حافظينها، لكن لابد أن يترسخ لديهم عقيدة بأنها فعلا تحمي من الشيطان، وأن الشيطان ضعيف كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما ليه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيخلي الشيطان يتغلب على الإنسان؟ إن الإنسان بيضعف نفسه، بيبقى أضعف من الضعيف هذا. لكن إذا كان المؤمن قوي بإيمانه وبأذكاره وبقرآنه وبورده وبحفظه لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الشيطان لا يستطيع أن يقرب. يعني بداية الأمر يا دكتور بتأتي من الشخص نفسه. نعم. بداية الوقاية بالنوب على الوضوء، قراءة القرآن، قراءة آية الكرسي، الصلاة في جماعة، دي كلها محصنة. العلماء الكتاب الصغير مكتوب عليه حصن المؤمن، والحصن اللي هو السور اللي بيبنيه الإنسان حوالين جنينة أو حوالين بيت، فكلما كان هذا السور يعني عاليا قويا لا يستطيع اللص أن يخترق هذه الحديقة. نعم. وإذا كان السور ضعيف يستطيع اللص كده أن يمتطي هذا السور ثم يخترق الحديقة بسهولة. فعشان كده بيسموا الأذكار حصن. فإذا ما تحصن الإنسان بهذه الأذكار لا يستطيع الجن والعياذ بالله. وهو الجن إمتى يتمكن من الإنسان؟ إذا كان في حالة حزن شديد أو حالة خوف شديد أو حالة معصية شديدة والعياذ بالله، يستطيع الجن فعلا في هذه الحالات الثلاث يستطيع الجن أن يأثر. اسمح لي يا دكتور ياسر ناخد أم مصطفى من اليمن. أهلا بك وسهلا الأخت أم مصطفى، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، وتحية وتقدير لكل أهلنا في اليمن، اتفضلي. جزاك الله خيرا، حياكم الله وبياكم وزادكم الله علما فوق علمكم إن شاء الله. ربنا يحفظك أنت وأهلنا في اليمن، اتفضلي. بالنسبة إحنا بنشوف قنوات فضائية، يعني بالنسبة اللي بيعالجوا بالقرآن يدعوا أنهم يعالجوا بالقرآن كذا يعني، بس مش عارفين يعني هو صحيح أو لا، يعني في قنوات كثيرة يعني منتشرة. وفي عندي طلب للإدارة العليا في قناة الصحة والجمال، جزاهم الله خيرا على كل ما يقدموه من برامج، ودي منهم مشكورين يرجعوا لنا الشيخ أحمد عامر حفظه الله في برنامج مباشر يعني على الهواء، مش تسبيل لبرامجه، لأننا أنا تعلمت القرآن الكريم أقسم بالله تعلمنا على يد الشيخ أحمد عامر يعني بمشاهدتنا لبرنامجه والاتصال معه على الهواء. نبلغ منكم مشكورين يرجعوا لنا برنامج بالقرآن نحيا على الهواء مباشرة. احنا ربنا يحفظك. الله خيرا ووفقكم الله الى كل خير. ربنا يحفظك، وبنأكد على تحيتنا لكل اهلنا في اليمن، ربنا يحفظ اليمن واهلها، وان شاء الله ابلغ الرسالة لحضرتك للإدارة بتاعة الصحة والجمال، وبشكر لك هذه المداخلة الطيبة. دكتور معانا اتصال. دوابة من أسوان. اهلا وسهلا باهلنا في أسوان، اتفضلي. واهلا وسهلا بحضراتكم. على فكره الرقيه الشرعيه دي معجزه الهيه شفائيه، وانا عندي كلام كثير نفسي اقوله في الرقيه الشرعيه، لان على مدار 10 سنين كانت هي سبب في ان انا اطلع من ازمه كبيره ربنا كان يعلم بها. دي معجزه. نعم. يعني انا لا بس حضرتك يعني يا ريت اللي يقرا، معلش اسمع لي بس حضرتك، لان انا عشت تجربه مع الرقيه الشرعيه رائعه فيها أسرار كثيرة لا يعلمها إلا الله. نعم. بس مهم جدا إن الإنسان يما يقرأها أقل حاجة 21 مرة ويحط إيده على رأسه، مهم جدا، لأن داخل الطاقة في الإنسان سبحان الله بتجيب نتيجة مضاعفة. الرقم 21. طيب احنا الأول أنا بشكر لحضرتك طبعا المداخلة الطيبة ديت، تحياتي لحضرتك والأهلنا في أسوان. رقم 21 دوت بس نحتاج نراجعه، يعني هل في دليل؟ هو مورد فتحها قراءتها 7 مرات، ولكن هي تتحدث عن الرقية الشرعية دكتور. نعم. تتحدث عن الرقية الشرعية تقول ان هي بقراءتها 21 مرة. لا ليس هناك شيء يعني ثابت في الارقام العددية دي 21 او غيره، ولكن بعض المشايخ عندهم شيء من الاجتهاد عشان يربط المريض بالرقية، يقول له يعني تستمر على هذه الرقية وقراءة سورة البقرة 38 يوم مثلا أو 42 يوم.
بيدي رقم. فأنا من خلال خبرة سألت بعض المشايخ ما فيش حاجة اسمها 38 أو 42 يوم. فقال لا، أنا بقول رقم لأن إيه، بشتغل على شغل التنمية البشرية مع المريض. على العمل النفسي، ان انا اربطه، انا عايزه يقرا لمده 40 يوم متصله. توجيه الفكر يعني. فبعد ال 40 يوم هيكون هو اعتاد على قراءه سوره البقره، بعد كده يقول له لا ما فيش حاجه اسمها. ناخد اتصال الحاجه ام محمد. اهلا وسهلا. الحاجه عليك السلام الحاجه ام محمد ورحمه الله وبركاته. بالله عليك، بالله عليك عايزه اتكلم الشيخ. بالله عليك. طب هو سامعك، اتفضلي. طب بالله عليك، بنت دكتوره لما هي داخله ثانيه طب حصل لها صباح في دماغها جديد، بتقول ولع في دماغي يا ماما. رحنا من ثانية طب وهي خلصت دلوقتي، هي دلوقتي حاليا في تكليف. ما هي مخلصة ثانية طب، هي في ثانية طب كانت بتشوف عيون خضراء على الحيطة، بتشوف نار على الحيطة، بتشوف اثنين واحد وواحدة في البيت. احنا دخنا لحد يعني من قيمة شهر، قعدت شهر في حاله ترش البيت بالمسك بالرقية الشرعية، في زلزال في البيت بالقرآن، مفيش فايدة. جسمها ينغزوا بجسمها. ساكنة فين يا حاجة أم محمد حضرتك؟ نعم. حضرتك منين؟ ساكنة فين؟ أم محمد من الغربية. طيب أستأذنك يعني سيبي رقمك في الكنترول، وأنا هخلي الدكتور ياسر يتواصل مع حضرتك بعد الحلقة إن شاء الله. هو سامعك أهو، وعشان نعرف بعض التفاصيل الأكثر عن الموضوع دوت، وإن شاء الله بإذن الله الدكتور يتواصل مع حضرتك. حاضر، ألف سلامة على الدكتورة بنتك، وإن شاء الله نتواصل مع حضرتك. وبتتوالى كثير الهموم. نسأل الله العفو والعافية. يبقى إذن إحنا المسلم بيفرط شوية في أداء التكاليف الشرعية والأذكار وورد القرآن، والشيطان بيجتهد والمعاصي. إحنا الإيمان ثلاث مراتب، في إيمان ثابت، وفي إيمان دائما زائد، وفي إيمان يزيد وينقص. الإيمان الثابت هو إيمان الملائكة، والإيمان الزائد دائما هو إيمان الأنبياء. أما الإيمان الذي يزيد وينقص هو إيمان ما دون الأنبياء اللي هم احنا البشر يعني. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاللي عايز يرقي إيمانه ويزوده، يزوده بالطاعات. زي ما الدكتور مجدي قال دائما. نعم. اللجوء إلى الله. لابد من اللجوء إلى الله والاعتقاد الصحيح والسليم أن الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار، وأن هذه الأمور لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله، وأن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض جميعا لو اجتمعت الإنس والجن اجتمعوا جميعا على أن يضروا إنسانا بشيء، لن يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولا ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له. دكتور ياسر، الحقيقة سؤال يعني بالنسبة لي أنا صعب جدا، ولكن لازم أطرحه على حضرتك. في وسط هذا في مجتمعنا، وأنا يعني الفترة اللي فاتت رصدت وكان لي مجموعة كبيرة من الحلقات حول موضوع الرقية الشرعية والعلاج من المس والسحر، والكم الكبير جدا جدا اللي كنا بنصادفه في هذا الموضوع من ولادنا وبناتنا اللي حصل عليهم ابتلاء شديد جدا من الموضوع ده، بيتم اللجوء إلى فصيل من الناس، في منهم مجتهد وبيحاول، وفي منهم دجال وبينصب على الناس. والحقيقة الميديا كمان ما هياش مساعدانا، لأنه ساهمت جدا في نشر فكرة اللجوء لبعض الناس اللي هي بعيدة كل البعد عن التوجه إلى الله والرقية الشرعية الحقيقية وجلب الحبيب وزيادة الرزق، وهذه الكلمات اللي هي بعيدة كل البعد عن العقيدة السليمة. يعني السؤال لحضرتك هو، هل هناك معيار للراقي ومعيار للرقية؟ يعني أقدر أفصل، يعني أروح لمين يا دكتور؟ نعم، طبعا في شروط لتحققه، لأن بعض الناس يقول لك طيب يكون عنده حد تعبان ويقول له طب شوف حد يرقيه، يقول لك شفت حد وفعلا رقاه مرة واثنين وثلاثة وما عملش حاجة. لازم مش هيعمل حاجة لسبب، لأن أنت ما استوفيتش الشروط كاملة. إيه الشروط كاملة؟ شروط لا بد أن تتوافر في الراقي نفسه. الراقي انه يكون من اهل الصلاح، من اهل الصلاه، من اهل التقوى، ما يكونش معروف عنه انه مثلا بعيد عن الله تبارك وتعالى. يكون امين، لان دي اسرار بيوت، بيدخل بيوت ويطلع على اسرار الناس. يكون امين، يكون مثلا على درجه او يعني مش عاليه جدا ولا حاجه، بس على درجه من الفقه والدرايه، لان ممكن يبقى واحد حافظ القران ولكن لا يجيد العلاج. ليه؟ لان في ايات معينه بنقراها ونكررها احيانا على المريض، في بعض امراض بتنفع معاها ايات معينه
بناء على التجربه، تم يعني تجربه هذه الايات في اوقات معينه، في تعاليم الواحد بيقولها للمريض يتبعها، فهو يبقى من اهل الصلاح ولكن مش من اهل الخبره، فلا بد ان يتوافر فيه يعني ان الصلاح زائد الخبره. لا يعني النيه الحسنه دي ما تكفيش؟ النيه الحسنه لا تكفي، ويمكن قلت فضلتك في قاعده فقهيه من قاعده اصوليه، يعني اللي دارسين اصول الفقه يعلموا هذه القاعده، يقولون ان النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. هو نيته صالحه فعلا ورايح مشفق على المريض فعلا ويهمه شفائه فعلا، ولكن عمله فاسد. فالنيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، والنيه الفاسده تفسد العمل الصالح والعياذ بالله. عشان كده كنا في المنظومات ندرس يقول لك ايه، والنيه شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النيه شرط. الامر الثاني المرقي نفسه. المرقن ما كانش عنده يقين وعقيده ان الفاتحه دي هتبرئه باذن الله تبارك وتعالى، وان ايه الكرسي دي فعلا هتحرق الجن وهتطرد الجن وهتمشي الجن، وان قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فعلا حصن هيقيه ويحميه بعون الله تبارك وتعالى وبكلمات الله تبارك وتعالى. لو ما عندوش هذا اليقين لا تتحقق للرؤيه فائده. ليه؟ بيبقى الراقي راجل من اهل الصلاح ومن اهل الخبره، ولكن المريض يقول لك ايه؟ حاجه وخلاص. لا، ما فيش حاجه اسمها حاجه وخلاص. ابقى عارف ان اللي جاي ده جاي يطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاي يقرا اذكار النبي صلى الله عليه وسلم، وكل القران فيه بركه وفيه يعني شفاء. قناعه المريض شيء مهم في الوصول للعلاج. ده 99% من العلاج على قناعه المريض، 1% على الراقي وعلى الرقيه وعلى كل الحاجات المحيطه بالمريض. ليه؟ لو لم يتوفر هذا الشرط اللي هو القناعه الذاتيه الشخصيه عند المريض بأهمية القرآن الكريم وأهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا فائدة في رقيه أبدا. بس في علاج يا دكتور. نعم، في علاج أكيد في علاج، وبنصل لحد ما في شيء في الدنيا إلا وله علاج. الرقية الشرعية تأتي بالفائدة. أكيد أكيد القرآن فيه بركة وفيه فائدة، وإن لم ينفع لا يضر. يعني إذا قرأ الراقي الرقية في بيت ما أكيد هيبقى فيه بركة، كفايه استجلاب معيه الله تبارك وتعالى واستجلاب الملائكه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، طيب ده خاص ببيوت الله، لكن في حديث ثاني روايه ثانيه لهذا الحديث يفتح مجال الرحمه للمسلمين كلهم. يقول لك ايه؟ ما قعد قوم من غير ما يقول في بيوت الله بقى يذكرون الله او يقرؤون كتاب الله الا ونزلت عليهم وحفتهم وغشيتهم زي بتوع الجامع بالظبط. متى ابدا يا دكتور؟ امتى يخرج عندي الدافع لاني ابحث عن راقي بالمواصفات اللي حضرتك قلتها؟ امتى يعني لما اشعر بايه اقدر هو لا ينبغي ان المسلم يحصل له شيء من الهوس بهذا الامر، ان لو كوبايه وقعت من اخت في المطبخ واتكسرت تقول لك ده في جن في البيت، لو مثلا جلابيه اتقطعت يبقى في جن في البيت، لو ما اعرفش حاجه يقول لك الشباك اتفتح يبقى في جن. لا لا لا، مش هنعيش بهذا الخوف وهذا الهلع. لكن إذا الأمر كان فوق المعتاد، يعني واحد حلم بقطط وكلاب مثلا، خلاص إيه المشكلة حلم بقطط وكلاب؟ ما هو رؤية المنام دي ثلاثة أشياء، إما رؤية من الله، الحاجات الصالحة دي رؤية من الله ليطمئن بها العبد، رسالة منه سبحانه وتعالى، أو حلم من الشيطان لا يحدث بها أحد، يغير وضع نومه ويقرأ الأذكار ولا يحدث بها أحد، أو يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، أو حديث نفس. يعني انا النهارده لو حلمت بالاستوديو او بكره او بعده خلال اسبوع حلمت ان انا في استوديو وبصور، امر طبيعي، اكيد العين لقت الصوره معينه، العقل الباطن خزنها، عرضها عليا تاني بالليل النهارده او بعد يوم او يومين، فلا ايه؟ لا اشغل بالي بها. لكن اذا راى الانسان مثلا حياته وتعبين مره واحده خلاص لا باس، لكن الواحد يرى هذا الامر 12 مره 20 مره لا، يبقى كده في كلام. لو مثلا موضوع اللي شاغل جميع الامهات، موضوع ان بنتي يجي لها خطيب ويمشي، امر طبيعي، هي ما ارتاحتش، هو ما ارتاحش، ما اتفقوش في الحاجات الماليه اللي بينهم وبين بعض، امر طبيعي جدا. لكن لما يتكرر هذا الامر 20 مره مثلا، ويجي العريس ويتقدم ويقعد ويبقى ما فيش اي مشكله، وبعدين يخرج لا يتصل ولا يعتذر ولا يتصل بالوسيط ويقول له مثلا خلاص قول لهم معلش، يبقى كده ابتدي افكر لما اكون حاجه فوق المعتاد. نعمل ايه بقى دكتور؟ أول حاجة أراجع نفسي، أراجع نفسي، هل محافظ على الصلاة ولا لأ؟ محافظ على ورد القرآن ولا لأ؟ محافظ على أذكار الصباح ولا والمساء ولا لأ؟ حافظ آية الكرسي وأقولها ولا لأ؟ الاحتياطات الإيمانية.
وبعدين ابتدي اتجه بقى اسال على حد راقي واسال عنه امام المسجد القريب، بسال عنه حد من اهل الثقه، ويكون ثقه عدل، صاحب خلق وصاحب دين وصاحب علم وصاحب قراءه. لكن ما يجيليش واحد يرقي مش عارف يقرا الفاتحه، يبقى راقي ازاي؟ ما يجيش واحد اول ما اتصل بيه يقول لي هات اسم الام، ده يبقى ده مش اهل سنه، يبقى ده راجل مشعوذ او معاه جن، ولا يجوز الاستعانه بالجن. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلا يجوز شرعا الاستعانه بالجن. لان بعض الناس برضو بيختلط عليهم الامور، برضو من اهل السنه المحترمين ويقول لك اللي معايا جن مؤمن بيساعدني في الطاعه وبيساعدني في اخراج الجن الكافر من الاجساد وفي علاج بعض المرضى، هذا لا يجوز شرعا. الغايه لا تبرر وسيله. والا كان استعان بسيدنا رسول الله. لا يجوز على الراقي مهما كان الاستعانه، لا يجوز الاستعانه بالجن ابدا. نعم. ابدا. ليه؟ انا اللي هطلبه من الجن المؤمن اطلبه من الله رب الجن الله ورب الانس، بس كده القضيه محلوله. وبعدين ده ممكن يكون مدخل من مداخل الشيطان للراقي نفسه للشيخ، ويبقى هو ما عندوش يعني شيء من الخبث ولا حاجه، ولكن يقول لك ايه هيساعدني الجن هيساعدني. وهو رايح للمريض، لو حضر معه الجن المعالج اللي بيساعده يبقى مطمئن نفسيا ويكمل. لو ما جالوش الجن بيرجع. كون انه يرجع ويعتذر عن جلسه العلاج معنى كده انه اعتقد في الجن اكثر ما يعتقد في الله تبارك وتعالى. الله اكبر. لا، يبقى انا اللي هطلبه من اعتبر ان جن الارض كله جه قال لي يا ياسر انا هساعدك في العلاج. لا، اللي هطلبه منه اطلبه من الله تبارك وتعالى. نعم. الله القادر سبحانه وتعالى. يبقى من ضمن مشكله خطيره. مدخل من مداخل الشيطان لفتنه الراقي نفسه. طلبات المبالغ فيها. نعم. الطلبات المبالغ فيها من الراقيين المشعوذين. بص، كويس ان حضرتك اثرت هذا لان امر مهم جدا. اتصل بالشيخ، عندنا حاله كذا وكذا وعايزين حضرتك تيجي تشرفنا. يقول لك ايه؟ عايز اثر منها، عايز منديل، عايز شراب، عايز الكلام ده كلام فاضي. اذا قال لك كده اقفل السكه على طول وما تتعاملش معاه، لان ده سكته غير سكتنا. احنا اهل سنه وجماعه بنمشي على سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي امرنا به النبي بنعمله، الحاجه اللي نهانا عنها النبي بنسيبها بنبعد عنها. اذا قال عايز اسم الام ابعتوا له صوره، لان امهات يحتاطوا لهذا الامر، لان الام لما يكون عندها بنت تعبانه وبتاع بتعمل اي حاجه وتنسى ان هي من اهل السنه والجماعه، تنسى ان هي من اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول لك مثلا اذا دخل البيت وانا ما قالش حاجه في التليفون ودخل البيت وقال حطوا لي من ضمن الاشياء يعني اللي بذكرها الان صينية حطوا فيها شمعة وحطوها في الحمام لغاية ما تطفي، ده كلام فاضي. ايه علاقة ده بالعلاج؟ الوقت بيدهمنا، معانا دقيقتين يا دكتور، ولازم هيبقى لنا أكتر من لقاء في الموضوع ده. لينا طبعا، لأنه احنا في حاجات كتير جدا ما اتكلمناش، وأكيد في أسئلة كثيرة جدا واحتياج شديد خلف هذه الشاشات. نعم. من أهلنا اللي بيتابعونا. أنا عايز كبسولة سريعة نلخص فيها اللي احنا قلناه ونبعت رسالة يعني تطمين لكل أهلنا في مصر والوطن العربي اللي بيتفرجوا علينا النهارده، انه في علاج، وانه الرقيه تاتي دائما بالافضل، وانه يجب حضرتك تاكد على مواصفات او معيار اختيار من يرقي. يعني الكبسوله يعني زي ما سيادتك قلت ان كل واحد فينا يرجع لربنا سبحانه وتعالى، يكون يقينه في الله تبارك وتعالى، يحافظ على الصلاه في اوقاتها، يحافظ على الاذكار، ده مهم جدا جدا جدا. يحفظ الآيات اللي ترقيه، يعني الآية من الأولى إلى التاسعة في سورة الصفات لو قرأها الإنسان بعد العصر ما بين العصر والمغرب وقت نشاط الجن تطرد أي جن من البيت سواء المؤمن أو كافر. احنا مش عايزين جن خالص، من واحد لتسعة. آية الكرسي قل الله أحد المعوذتين، سورة الفاتحة، يعني مش هنقول احفظوا الأعراف ولا احفظوا الأنعام ولا الأنفال، لا، سورة الفاتحة نقرأها على اي كوبايه ميه، على عسل، على زيت زيتون، على اي حاجه، نقرا الفاتحه 7 مرات. وانا بشكر حضرتك على اللقاء الطيب ده. احنا اللي بنشكر حضرتك على الدعوه الطيبه. وقبل سفرك وقبل خروجك من 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 مصر، وانا عارف ان زياراتك كتير. ربنا يبارك فيك. يكون لنا لقاء مره ثانيه نستكمل فيه هذا الموضوع المهم اللي يعني بيشغل كل اهلنا في مصر والوطن العربي. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذا اللقاء وضيفي العزيز العالم الجليل الدكتور ياسر نصيف، عضو هيئة علماء الأزهر الشريف، كان ضيف معانا، وبرنامج سنريهم حلقة كانت بعنوان الوقاية والعلاج بالرقية الشرعية. بشكركم لحسن المتابعة، ووعد باللقاء الأربعاء القادم إن شاء الله. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.